بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية وخصوصا المزارعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بتكلم على عدة ظواهر بتظهر على نباتات الخيار، أو بالأدق على ثمار الخيار. تمام، فطالما حضرتك خبير في الايز لانجويتش اللي هي لغة العيون يعني بتاعة الدنيارة، والبادي لانجويتش، فالمفروض برضو لغة الجسد، المفروض برضو تبقى خبير في البلانيت لانجويتش او لغة النبات. ما هو النبات له لغة برضو. كل ما يعيق النبات في الداخل بيظهره هو هناك على مظاهر خارجية بنسميها المظاهر الفسيولوجية للنبات، ان كان نتيجة نقص عنصر او حالة عارضة. فركز معايا وبص في دول، بص في دول، ادي الظاهرة الاولى، تمام، وادي الظاهرة الثانية، وادي الظاهرة الثالثة، تمام، وادي الظاهرة الرابعة، وادي الظاهرة الخامسة. ركز معايا الاول كده، الظاهرة دي بتبقى ايه؟ شاطر، نقص كالسيوم، نقص الكالسيوم لازم تبقى حافظها، عشان والله لو واحد رسلني تاني وقال لي اصل الثمرة مدببة من تحت واصل افيش بعد كده، دي نقص ايه؟ نقص الكالسيوم. يبقى المفروض نعمل ايه؟ خد بال حضرتك، الظواهر دي ممكن تكون طبيعيا وممكن تنتج نتيجة فعلا تقصير من المزارع. تمام، بتكون طبيعيا امتى؟ بتكون طبيعيا يا جماعة لما النبات بيكون في الاخر كده واصبح النبات كهل، فما بنهتمش احنا بقى يعني خلاص، فبتظهر الحاجات دي عليه. وعشان كده انا للامانة جايبهم من بيت قديم، تمام، فبتظهر فيه الظاهرة دي، ظاهرة نقص الايه؟ نقص الكالسيوم. طيب، وعشان الظاهرة دي ما تحصلش وتكون بسبب تقصير فعلا مني، المفروض انا بعمل ايه؟ المفروض حضرتك بتحط كالسيوم كل اسبوع لو عندك بيت صغير، مش اقل في البدايات من كيلو، ولما بنوصل للمحصول او ان انا بقى بجمع جمع كويس لا يقل عن كيلو ونص لاتنين كيلو للبيت الصغير. تمام، ده المفروض يعني بيحصل. لاحظ حضرتك ان كده المفروض ان انا بضيفه من الاول خالص، ببدأ اضيف الـ الكالسيوم. تمام، وما بستناش النبات يتطلبه مني. طيب، في الـ الجو الـ البرد، معروف ان الجذور اساسا بتبقى لها مشكله في عمليه الامتصاص، لان الجو برد اساسا فيبقى فيه شويه كسل كده، فياريت بنعوض الحاجات دهيت بان انا ابدا ارش اسمده ورقيه. تمام، كالسيوم مع بور مع بعض ما فيش اي مشكله خالص، احاول اسند مع الجدر كويس شويه بحيث ان انا ما يحصلش عندي المشكل دهوت او العرض بتاع النقص الكالسيوم دهوت. طيب، رقم اتنين ده البوتاسيوم، هما عكس بعض، خد بالك، شايف ده مدقق من فوق او مستدقة من فوق اهي، تمام، ومن تحت عاملة انتفاخ من تحت زي القلة بالظبط، دي العكس بتاعها. طيب، يعني انت لو جبت نقص الكالسيوم كده هوت مع نقص البوتاسيوم، هشايف هتلاقيهم عكس بعض، مفيش اكتر من كده بقى توضيح. تمام، تلاقيهم عكس بعض. تمام، اهو ديت البداية عكس بعضهم، دي مبعجرة من فوق ده الكالسيوم، ومن تحت مستدقة، ودي برضو مبعجرة من تحت ومن فوق مستدقة، ده البوتاسيوم والكالسيوم، مفيش بعد كده خالص. طيب، الكالسيوم البوتاسيوم طبعا صعب انه يحصل نقص في عنصر الكالسيوم، لانه عنصر من الاخر سريع الحركة، والنقص بتاعه بصراحة بيأثر على مشاكل كتيرة داخل النبات، لانه بيعتبر يعني اكتيفيتي او نشط جدا داخل النبات. تمام، طيب، هنروح بعد كده لحاجة زي دهية، شايف دي ايه؟ دي يا جماعة دي تشققات اهيت، لو شايفها الحالة دي بتظهر في ايه؟
بتظهر نتيجة أول حاجة بتظهر في البرد نتيجة التباين أو الاختلاف ما بين درجة حرارة الليل والنهار، وما بتظهرش بكتير بصراحة، ولكن أنا لقيتها بالمرة فقلت ناخدها. دي بتظهر نتيجة نقص قصدي آسف بتظهر نتيجة اختلاف درجة الحرارة ما بين الليل وبين النهار. درجة حرارة الليل برد قوي وبالنهار درجة الحرارة بتعلى، فبيحصل عندي مشكلة التشقق ده هو. تمام. وممكن تظهر التشقق ده هو نتيجة ان انا ادي دفعة سماد عالية، وخصوصا النيتروجين في صورة اليوريا بالذات ممكن تعمل لي كده، او ان انا يكون عندي مشاكل في عملية الري، اروي وعطش، فبتظهر عندي المشكلة اللي حضرتك شايفها دهيت اللي هي التشقق ده هو. تمام. او ظاهر خالص. تمام. طيب بعد كده يا جماعة الظاهرة دهيت بتاعت الالتواء الكروك دفروت دهيت الالتواء دهوت بيبقى نتيجة اما انك انت عطشت او بيجي من الحتة دي بالظبط، وفيه حاجة زي الثقيبة المصة زي التريبس بتاكل من الحتة دي، والثمرة لسه صغيرة زي كده فلما بتاكل من الحتة دي بتبدأ الثمرة تلتفيلي وتديني الالتواء اللي انت شايفه ده هو. تمام. يعني حشرة التريبس او ثقيبة مصة، اي ثقيبة مصة بتيجي بتاكل من الحتة دي، بتبقى مستقيمة على فكرة، بتاكل من الحتة دي فبتبصت لها ادت منظر حرف الواو ده هو اللي انت شايفه، فده هو بيبقى اصابة حشرية. تأكد من امتى؟ لو لقيت هنا حتة صنفرة من صنفر النبات كده زي الصنفرة دي كده، زي الصنفرة دي كده ماشي، بتلاقي الحتة الصنفرة دي او النبات مصنفرة اهوت، الثمرة مصنفرة اهيت، بتلاقي الصنفرة دي في الحتة دهيت بيبقى نتيجة ان فيه ثقيبة مصة تغذت على النبات على الثمرة وهي صغيرة من الحتة دي، من الحتة دي اللي عند صبع الكبير دي، من الحتة دي فبتبدأ تلف لي بتاخد المنظر بتاع حرف الواو ده هو. تمام. ليه؟ لانه بيمنع الـ لما بياكل من الـ بيمص عصاره من الحته ديت، فمستوى العصاره بيقل هنا وبيبقى زايد هنا، فالثمره طبيعي ان هي تلتوي. تمام. زي ما يكون عمود بتخبطه في الحته ديت ولا حاجه، سياره خبطته في الحته دي فبيتلف، هو نفس القصه، هو مجرد متعرض للقدمه هنا فابتدي تلف لي الثمره انا هو. تمام. فلازم ناخد بالنا من الحته ديت كويس، او ممكن تكون صنفرة او اكل زي اللي انت شايفه ده هو، ده بيبقى نتيجة برضو الثقيبة مصة ابتدت تتغذى على السمر ده هي. طيب في سمرة بتجرب كده بيبقى شكلها مش طبيعي خالص، او اللون ده بيتحول للون البني. تمام. بيتحول للون البني. طب معلش ارجع بس الحتة دي تاني، لو انت عندك ديت المفروض انت متخليش، ما يبقاش عندي مجال للحتة دي ان انا اسيب ديت، فبجيب ايه بعلى طول بدي يا جماعة رشة بتاعة رشة على طول حشري كل 10 ايام، حتى رشة حشري في الشتاء ده هو كفاية قوي، بس في الصيف مش اقل من اسبوع، كل اسبوع ترش رشة حشري، ويريد تلاحظ فيها الفترة السماح بقدر الامكان. هو الخيار سريع وصعب الاستعمال معاه الحاجات دي، ولكن بقدر الامكان بنحاول، بس عشان ايه الامور تبقى كويسة بنحاول نقف عن نراعي قصة فترة التحريم يعني. تمام. طيب لما بلاقي بقى ثمرة بالمنظر ده هو، وبرضه بتبقى في آخر المحصول يا جماعة، لما بلاقي ثمرة مثلا بالمنظر ده هو، لو كسرتها لما بكسر الثمرة ديت بلاقي فيها المنظر ده هو، شايف الأربع، شايف الحاجات دي، دي في الأساس إيه يا جماعة؟ ده في الأساس نقص البورون، نقص البورون. شايف ده منظر دايما ده حي على فكرة، ده نقص بورون. تمام. نقص بورون، رغم ان النبات بيحتاجش البورون الا بكميات صغيرة جدا 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 في اضيق الحدود، ولكن بيحدث نقص بورون اولا في الـ الاراضي اللي بتزرع
فيها الخضر بشكل مستديم وعلى طول بيظهر في نقص البورون. ثانيا البورون مسالم ما بضدش اي عنصر ولكن لا يسلم من تضاد بعض العناصر، فبعض العناصر التانية اللي انت بتضيفها بتقلل لك في صلاحية عنصر البورون وبالتالي بيظهر زي المنظر اللي انت شايفه ده هو. طيب اعمل ايه لو 50 جرام بس للبيت اللي عندك 50 جرام بوريك اسيد او حمض البوريك ماشي، تجيبه وتحط 50 جرام بس للبيت، ممكن كل شهر مرة او حتى كل شهرين تحط مرة، هيبقوا كافيين جدا 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 للبيت عندك. ده بالنسبة لان في محاصيل طبعا بتستهلك بورون رغم ان هو بيعتبر سم وزيادة فيه يبقى في سمية وبتأثر على النبات، ولكن في محاصيل اولا الاراضي اللي بتتزرع خضر كتير زي البيوت المحمية دي طبعا بيحصل فيها، لان نتيجة الزراعة الكتير في البيوت بتعمل لي عملية استهلاك أو إزاحة كتيرة لعنصر البورون. حاجة زي بنجر السكر برضو مستهلكة جدا 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 لنقص عنصر البورون، بتاخد بورون كتير بنضيف لها بورون تمام. فالخيار برضو زي ما حضرتك شفت كده هتلاقي جرب على السمر من بره، لو كسرتها بتلاقي المنظر التفريغ ده هو تمام، او القلب الاجوف ده هون ابتدت تجوف هي الثمره، فده نقص بورون. فاضرب عصفورين بحجر في الايام الشتاء دهيت، وممكن زي ما قلت لحضرتك ترش كالبورو او كالسيوم مع بورون الاثنين مع بعض تمام. لو هتستخدم حمض بوريك يبقى لا تزيد عن 50 جرام وممكن 25 جرام كمان للبيت تمام، تحطهم له تمام على كده. بس الافضل ان احنا نضيفه رش، لان الكيميائيين بيبقوا افضل من اي حد بصراحه في التركيب بتاعه عشان ما يعملكش سم وعمل لك مشاكل، في ريت ترشه مع البورون مع الكالسيوم الاثنين مركبين مع بعض. ويا ريت يا جماعه ان انا اقرا النشره اللي على العبوه مره واثنين وثلاثه واشوف وضعه ايه، يا ريت الحاجات دهيت ما عادش تنساها تاني، يا ريت ما تنساهاش تاني. ما حدش هيعمل لك اللي انا لفيت البيت كله عشان اجيب من كده، وللامانه البيت قديم يعني خلاص انا بقلع فيه، فابتديت الم لك الحاجات دهيا. المفروض لو ظهرت في الاخر يبقى طبيعي، لو ظهرت والنبات لسه زي كده لا طبعا ده مش طبيعي، انت اللي مش طبيعي اصلا وفي مشكله عندك، المفروض الدنيا عندك تبقى بالمنظر ده هو تمام. شكرا لحضراتكم، بتمنى انكم تكونوا استفدتم من الفيديو ده هو.